كان ترتيبه السادس والاربعون بين شيوخ الجامع الازهر الشريف، كان عالما جليلا ونبيلا رفع لواء الاصلاح والتجديد في الازهر، الاصلاح المؤسسي والفكري وكذلك التعليمي، هو فضيله الامام الاكبر العالم الجليل الدكتور عبد الحليم محمود في مصر ارض المجددين. شيخ الإسلام والإمام الأكبر تمثل محوره في مشروعه التجديدي في المدخل الأخلاقي التربوي وفي صوغ النموذج المعرفي وفي استخلاص المنهجية والاهتمام بتدريسها وفي إدراك الواقع وفي حفظ التراث الإسلامي رحم الله الإمام عبد الحليم محمود شيخ الإسلام والإمام الأكبر فضيلة الدكتور علي جمعة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بفضيلة مرحبا بكم فالدكتور لو تحدثنا عن فضيلة الإمام عبد الحليم محمود نقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى ونفعنا الله به في الدنيا والآخرة رزقه الله سبحانه وتعالى نفسا هادئة ورزقه الله سبحانه وتعالى آه عقلا آه ذكيا ومتوقدا في آه الذكاء ورزقه الله سبحانه وتعالى صفاء آه 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 قلبيا آه عجيب من اندر من رايناه بهذا الصفاء وهذا البصيره ومن ناحيه اخرى بعد هذه الصفات الـ الـ الربانيه التي كان عليها وفقه فولاه كثيرا من المناصب ووفقه في كثير من الحركات ذهب الى باريس واخذ فيها الدكتوراه من السوربون واتقن الفرنسيه إتقانا باهرا وكتب رسالته بها آه لما رجع تولى آه عمادة الكلية وتولى آه أمين عام مجمع البحوث الإسلامية وتولى آه وزيرا الأوقاف وتولى مشيخة الأزهر فالله سبحانه وتعالى وفق هذا الرجل وهذا الكيان المهم والقامة المهمة وفقه في شخصيته عقلية ونفسية الشخصية التي تتكون من قضيتين العقلية والنفسية ووفقه في حياته الدنيا ووفقه أن يكون عالما بمعنى الكلمة عالم بمعنى الكلمة يعني يعني يؤلف يعني يبحث يعني يدرس فمن هنا هذه الشخصية هي التي نتكلم اليوم عن مشروعها التجديدي هو الرجل تجدد ولا ما جددش هذا الرجل في بدايات حياته العملية كتب مذكرة ورفعها للمسؤولين واسماها الأزهر يحتضر فزعل منه المشايخ لانه الحاجات اللي زي دي بيحبوا ان احنا نعالجها من الداخل ده كان في الستينات يا مولانا أو في الفتره دي تقريبا ده قبل ذلك كمان قبل الستينيات دي كانت في اواخر الخمسينيات و و والمشايخ زعلوا والمشايخ لما زعلوا آه راحوا عملوا لجنة تحقيق علشان يتحقق معاه ازاي انت تقول, تقول الكلام ده وانت محتمي الى الازهر وكأنك تنتقد وكذا والتحقيق لم يفضي الى شيء يعني بيّن له منه أنا أقصد النصح ولا أقصد المهانة أو كذا إلى آخره وده خلى بينه وبين بعض القيادات بعد ذلك يعني شيء يعني القلوب ما بقتش صافيه القلوب ما بقتش صافيه فكانوا وده عدم الصفاء ده برضه سبحان الله انقلب الى الى خير فلما تولى مشيخه الازهر الازهر كان وضعه غريب هو شيخ الازهر ده يعني رتبته ايه؟ الحقيقه في الاضابير وفي تنظيم الاداره مفيش فيش، حاجه المفتي ده درجته ايه؟ مفيش فيش، فلما تولى كان في وزاره اسمها وزاره شؤون الازهر، وزاره شؤون الازهر كان عليها قرينه وخريج نفس الكليه في نفس السنه الشيخ الله يرحمه عبد العزيز عيسى فكان بينهما شيء يعني ما كانش ايه بينهما الود الكامل وكذا الى اخره الشيخ لما تولى المشيخه وجد انه ليس له حق ان هو يغير لمبه اللمبه دي اتحرقت طب عايزين نغيرها مش من سلطته لازم يسال الوزير وزير شؤون أصدقائي. الازهر طب. طبعا كان وزير شؤون الازهر ولا غير وزير الاوقاف لا. دي لا. وزاره ودي وزاره ف بعت للسادات الله يرحم الجميع أم. قالوا الوضع ده ما ينفعش السادات ما ردش عليه لان الدنيا مازمه وبنستعد لاسترداد ارضنا من العدو وهندخل خلاص الحرب اهو فما احناش يعني ايه ما احناش فاضيين لل للقضيه دي مم. اتاخرت شويه فامتنع عن ذهابه الى المشيخ اه, آه. آه. يعني, يعني تشوفوا اللي أنا بقول لكم بقول مم. لكم لابد أن لا يسحب اختصاصات شيخ الأزهر وأن يكون طليقا في إدارة الأزهر وما أنتم حاطيني هنا ليه ما هو للاداره يبقى لابد عليكم في هذا الموقف ده بيبين انه كان شخصا عمليا جادا والمعاش لو سمحتوا احيلوني على المعاش فقالوا له لا مش هنحيلك على المعاش هنحيلك على المعاش ازاي؟ واتى به السادات ورضاه وكان فيه مجلس الامه ساعتها ومجلس الامه قال ايه؟ إن احنا نخلي شيخ الأزهر برتبة رئيس الوزراء. وده نظام قديم على أيام العثمانية كان موجود، شيخ الإسلام والصدر الأعظم. فلما عمل كده خد الرتبة دي. فأصبح هناك وضع غريب. إزاي واحد يكون برتبة رئيس الوزراء فوق وزير الأوقاف بالشكل ده، وزير شؤون الأزهر؟ يبقى مين اللي هيأتمر هي بأمر مين فسحبوا وألغوا أن يكون وزير مستقل وعطوا وزارة شؤون الأزهر لرئيس الوزراء ويبقى بالشكل ده شيخ الأزهر يبقى يرفع أمره إلى رئيس الوزراء ويبقى ده كده فيه حاجة معقولة وانطلق الشيخ حينئذ لبناء المعاهد لأنه وجد أن الهرم مقلوب الناس اللي في ابتدائي أقل من إعدادي إعدادي أقل من سنة ثانوي اقل من الجامعة معنى كده الأزهر يقفل وهو ده الكلام اللي قاله زباد إنه الأزهر يحتضر إنه بالشكل ده عدد المنتسمين للأزهر كان عندنا ساعتها نحو ممكن ما يزيدوش عن خمسين معهد النهاردة عندنا 11000 ألف وكل ده لهذا المجدد في مشروع التجديد فين زي. بقى مشروع التجديد ده عايزين المفتاح بتاعه عايزين المحور بتاعه طب ممكن ناخد المفتاح بعد الفصل ان شاء الله والله ممكن <applause> ان شاء الله شكرا جزيلا لفضلتك ارجوكم خليكم معانا موقع فريد مطل على ترعه الاسماعيليه بالقرب من مدينه بلبيس بمحافظه الشرقيه تقع قريه السلام وتحديدا عزبه ابو احمد مسقط راس عالم من علماء التجديد في مصر والعالم الاسلامي الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الاسلام في هذه البقعه المباركه من ارض مصر تجد مقامه الطاهر يقع في جواره مسجد كبير يحمل اسم الامام كذلك، ويعد قبلة لكل طلاب العلم على مستوى العالم، كما يضم قاعة كبيرة يتردد عليها الاطفال للتعلم وحفظ القرآن الكريم. الشيخ عبد الحليم محمود كان سابق عصره في التعليم الديني السمح الاصيل الوسطي الذي ليس فيه غلو ولا تطرف. مظاهر الحب والفخر بالامام عبد الحليم محمود لم تقتصر على المنشآت فقط داخل القريه، فأحفاد الامام لا زالوا يحتفظون بصور فوتوغرافيه للامام الراحل، وهذا جزء اصيل من برنامج زياره طلاب العلم لقريه الامام عبد الحليم محمود. الدكتور أهلا بحضرتك مرة أخرى أهلا وسهلا بكم المفتاح التجديدي أو مفتاح المشروع التجديدي لفضل الشيخ عبد الحليم محمود نعم مفتاح ومحور المشروع التجديدي لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى يتمثل في التراث والواقع من المدخل الأخلاقي يبقى هو ده الاسم المفتاح كده هو. احنا تملي بنقول ما ننساش ان التجديد يا منهجيه معرفيه نموذج معرفي تراث ادراك للتراث او موقف من التراث وموقف من الواقع صحيح. وادراك الواقع الخمسه دول هو واخد منهم ثلاثة صوغ, الم... ال... ال... صوغ النموذج المعرفي واخد منهم إدراك للتراث وجعله يعني جسر بين القديم والحديث وإدراكه للواقع إدراك يدفعه إلى أن يطور مجمع البحوث الاسلاميه والى ان يطور مشيخه الازهر والى م. ان يطور المعاهد الازهريه والى ان يطور وزاره الاوقاف حتى وزاره الاوقاف فترة. والى ان يطور م. المنهج التدريسي داخل الكليات م. كل هذا قام به من اجل اولا احترامه للتراث فهمه العميق كيفيه التعامل معه ادراكه العميق للواقع والمآلات اذا الراجل ده بيجدد دي ثورة تجديد يعني. واخد بالك ازاي؟ وكان كثير ذكر الله تملي ماسك السبحة بيذكر الله سبحانه وتعالى وكان جريئا في الحق يعني لا يخشى في الله لومة لائم وكان محببا وكان كثير ما يرد الشبهات ويناقش الملاحدة ويناقش المنكرين ويدعو الى العمران بابدع ما يكون إذن لم يعتزل ولم يدعوه تصوف وانا رايت الشيخ وهو عنده مكتبه ماتعه كبيره جدا بالعربيه والفرنسيه في الفلسفه يعني استاذ جامعي وفيلسوف ثم بعد ذلك اختفت تلك المكتبة اختفت اختفت. واخد بالك وأنا شخصيا ما هي راحت فين م. ووجدت مكانها في بيته في حلمية الزيتون آه كتب التراث الإسلامي الحديث والتصوف فيعني اذا التركيبه راحت فين الكتب بقى الفلسفيه انا شخصيا ما اعرفش راحت فين انما هذا التطور من مكتبه فيها الاف الكتب الفلسفيه التي قراها وبحثها وحفظها ودرسها وكذا الى الاف الكتب التراثيه تجعلك تعرف مشروع ال 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 الامام ده مشروعه كان بين صياغه النموذج المعرفي كما هو واضح في كتب التي فاقت ثمانين كتابا وموقفه المتعقل الماتع من التراث الاسلامي وموقفه من الواقع معامله تغييرا وتطويرا وقبولا فده هو المفتاح او المحور اللي عليه هذا المشروع التجديدي لكنه اثار بقى المشروع التجديدي عملي تغيير في المناهج ده حذف مواد واضاف مواد وتحسين في الاداره ودفع الى الوصول والاتصال الجماهيري كل هذه الاشياء من اثر مشروعه الذي يعني احسنت عندما سميته ان هذه ثورات وليست ثوره واحده أوه. ما الذي حدث بعده شيخ الازهر اصبح برتبه رئيس الوزراء مم. يعني ده حاجه بعيده ان ان تحدث ما هو شيخ الازهر موجود من كتير صحيح. أول شيخ اللي هم بيقولوا عليه الشيخ الخراشي ميت 1111 أو يعني إذا القرن ال 12 طيب 11 و12 و13 و14 كل الكلام ده هو و15 ده إحنا فيه يهود دلوقتي يعني دي له 500 سنة في شيخ أزهر إزاي بقى إن هو يحصل على رتبة رئيس الوزراء ده تطوير ونجاح و تجديد طبعا لان طبعًا. تمكن شيخ الازهر من اداء واجبه على ابدع ما يكون نعم التنظيم اللي في مجمع البحوث الاسلاميه التنظيم اللي في الكليات والمعاهد وكذا الى اخره بناء هذا الكم الضخم الذي جعل الازهر ثقل بناء المعاهد واستجاب له الناس ده. من تقواه كل ما يدخل البلد يقول لهم عايزين نعمل كده اغنياء المكان بنوا المعاهد وبنوا كذا الى اخره على النمط الذي يرتضيه الازهر آه. او في شروط للبنايات طب يقال ان للامام عبد الحليم محمود كان هناك شفافيه كبيره يقال يعني مما يروى انه راى النبي عليه الصلاه والسلام في المنام قبل حرب اكتوبر وبشره بالانتصار يعني فمش عارف هل الروايه دي يعني دقيقه ولا لا لا هي روايه صحيحه 100% وقد عصرناها يعني رايناها وهو يعني طبعا لما ذهب الى الرئيس أنور السادات رحمه الله تعالى في ميتابولكوم وعرض عليه شكواه وقال له ازاي ان الامور مش ماشيه كده فالسادات قال له احنا هنعمل لك اللي انت عايزه انت عايز ايه قال اولا تطبق الشريعة وثانيا انه تدوني مساحة للتغيير وكده قال له اللي انت عايزه هنعمله لك كان السادات عنده كانوا يسموه الرئيس المؤمن لانه كان عنده توجه انه الشعب يحكم نفسه فاذا كنتم عايزين تطبق عليكم الشريعه بعد تحويلها الى التقنين المناسب تتحول الى التقنين المناسب وتطبق الشريعه ولكن الارهابيين يعني لم يتركوا السادات اصلا انه تطبق. يغير شيء ولا يعمل شيء <applause> للبلد بعد ما عمل ما فعل كفايه نستردنا ارضنا وانتصرنا على عدونا وفعل كل هذا ولو ان الله سبحانه وتعالى امد في عمري لكان وضع تاني الشيخ عبد الحليب قبل هذا الزمن لما راى الرؤيا ان في انتصار وكذا الى اخره ذهب الى السادات هو مش عارف اللي في عقل السادات ايه السادات ربنا بعت له الرؤيا دي علشان يثبت فؤاده وانه منصور مم. بعود الله مم. وهذه الرؤيا اثرت في تقوية همة السادات انه ايوه يبقى اذا الموعد اللي انا حطيته الذي لا يعرفه احد يبقى ده حتى م. يعني من حول السادات م. ما كانوش عارفينه عارفينه بعض قيادات الجيش العليا الكذا الى اخره على طبيعة الحال م. فعلا تم النصر والحمد لله رب العالمين أنا شاكر الدكتور علي مع هذا الإبحار في سيرة الإمام الأكبر آه الشيخ عبد الحليم محمود انا شاكر لحضرتك يعني شكرا جزيلا الله يخليك ويبارك فيك حضرتكم. اهلا وسهلا صاحب الفضيلة شكرا وصول لحضراتكم الى اللقاء